السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي انا في مكان اسمه البانوراما، موجود في نورث ويلز. تمام، انا قلت اطلع اتمشى شويه، وفي تحدي ان شاء الله هعمله معاكم. دي اولا البانوراما، لانها بتبقى كاشفه السيتي كلها والمكان كله. زي ما انتم شايفين انا فوق الجبل ده، طريق تحتيه اهو. التحدي بتاعي ان شاء الله بالتليفون والدرون هطلع الكاسل دي. تمام، هنطلع الكاسل دي. تقريبا الكاسل دي هي كاسل قديمه، قلعه قديمه اتبنت 1620 او 1260، سوري 1260. ناس بتطلعها بتاخدها متنفس حي، وبتاخدها تحدي انها بتطلع فوق، لانها على قمه الجبل بتاخد تقريبا من 15 ل 20 دقيقه طلوع. بيطلعوا ياخدوا فوق السيلفي الجميل، ويشربوا الكوفي الجميله، وياخدوا اللانش الجميل. انا ان شاء الله هتحدى نفسي برضو، هطلع الكاسل دي ان شاء الله النهارده. بس انا هطلع اشرب كوبايه الشاي بالنعناع الجميله، وان شاء الله هنزل تاني وارجع للبانوراما هنا، واعمل باربيكيو ان شاء الله شيش طاووق مع كفته. يلا بينا نطلع على الكاسل. شايفين الكاسل؟ انا طالع عليها بالعربيه دلوقتي. كده اقدر اقول ان انا وصلت. دلوقتي يعني هنبتدي الرحلة. ساعة دلوقتي أهم حاجة يا جماعة اللي هيجي المكان ده، أو من الشروط اللي جاية من الكلام، المكان ده الووكينج بوت، لازم يبقى فيه ووكينج بوت، لأن الجو هنا مش مضمون. ده اسم الكاسل، كاسل دينيس بران، أو ما يطلق عليها اللي هي الكرو كاسل بالإنجليزي. هما مسمينها كده ويلز. انتوا شايفين هدول ماشيين ده وسط الشوك. دينا بدأت تشتي، مش عارف هعمل ايه في الباربيكيو صراحة، بس ان شاء الله هنلاقي حل. واو فيو يا جماعة. الناس هي برضو الناس جاية. انا اعدي الجدة، ساعة ما اعدي الجدة تبتدي الرحلة للكسل. الراجل الطيب ده في انتظاري، قوله ازيك، احكي لنا بقى بتطلع الكسل بقى في كام دقيقة؟ اه دي الست الطيبة دي. يا راجل تلت ساعة. رد مقنع برضو. السلام عليكم يا عم الخروف. اهلا اهلا يا رجال، عاملين ايه؟ طبعا ماشي في المزرعه اوقع ان الموضوع عادي، محدش هيضرب عليا نار ولا حاجه. النبي ما تضربوش عليا نار لما اصور الفيديو. عندكم فيو؟ ماشي يا ولاد المحظوظ. الموضوع هيبقى سهل للي بيعملش اكسرسايز. دلوقتي 2:24 دقيقة، 2:24 دقيقة، مر تقريبا 7 دقايق. أنا قربت على النص. طبعا الشنطة اللي على ظهري دي برضو عاملة مشكلة، بس هعملها كده يا جماعه. اقدر اقول ان انا قربت من القمه.
جماعة الحمد لله السلامة كسر ورايا. ده الفيو الساعة 2:30. لابس طمية هنا بس بنحاول مش هنزعج حد يعني ان شاء الله. طريق تاني للنزول، ممكن ننزل من هنا بس هياخد وقت فترة أطول ومش هياخدني على المكان اللي ركنت فيه العربية، بس يعني كل الطرق تؤدي إلى روما. بس الفيو من هنا واو، ده ركن تاني، دي شكلها كانت أوضة نوم الملك. عشان نعمل باربيكيو. طبعا يا جماعه انا بعد طلوع الجبل نزولي ضعت، قلت انا هنزل لازم اشوي. طبعا الشتاء بدا زي ما انتم شايفين حواليا، كنت نفسي اشوي فوق الجبل، لقيت الحمد لله لقيت ركن كده هادي تحت الشجره، فقررت هشوي. ولعت الشوايه
جماعه زي ما انتم شايفين كل يوم بالهنا والشفا. اشوفكم تاني في مكان اجمل واجمل مع اكل اجمل واجمل. مع السلامه.